كيف تقوم بتركيب وتجميع وتشغيل واستخراج الماء من مضخة الماء او الغطاسة التي تشتغل مع البئر إذا هذه هي المضخة او الغطاسة نقوم بإخراجها من الكرتونة ثم نجد كذلك هذه الكولا او اللصاق إذا المضخة التي لدينا هنا من النوع إيطالي واحد حصان او واحد آشبي فهي تدعم قابس مئة يعني تشتغل بالقابس العادي نحضر هذه الأداة البلاستيكية ثم نقوم بتركيبها مع رأس المدخة هذه الأداة دورها تقوم بربط الأنبوب البلاستيكي مع رأس المدخة الآن نقوم باستخراج هذه الكولا أو اللصاق الحراري وهذه القطع التي تأتي معه والآن سوف نقوم بربط الخيط الخاص بالمدخة مع ذلك الخيط الأسود الطويل الآن نقوم بإحضار هذه الكولا الكبيرة نقوم بإدخال خيط المدخة وسطها ثم نقوم بإخراجه من الجهة الأخرى والان اقوم باحضار هذه القطع المعدنيه اقوم بادخالها في الاسلاك ثم اقوم بالضغط عليها بواسطه الملقط والان اقوم بربط الاسلاك الخاصه بالمدخة مع الاسلاك الخاصه بالخيط الطويل يعني اربط كل سلك مع اللون الذي يناسبه ثم اضغط على ذلك الانبوب المعدني بواسطه الملقط والآن أقوم بدفع هذا العازل الحراري وسط ذلك السلك لتغطيته ثم أستعمل ولاعة أو شمع أو أي أداة تستعمل النار وأقوم بتسخينه لكي يتقلص ذلك الأنبوب ويمنع مرور الماء والآن أقوم بإدخال هذا الأنبوب أو العازل الحراري وسط السلك بهذا الشكل والآن أقوم باستعمال أي موقد نار أو ولاعة ثم اقوم بتسخين هذا العازل الحراري لكي يسخن جيدا ثم يتقلص لكي يمنع مرور الماء الى ذلك الاسلاك الكهربائيه اقوم بتسخينه جيدا لكي يتقلص وانظر حتى يخرج ذلك الغراء من الجوانب بعد ذلك نتاكد من ان هذا الانبوب او العازل الحراري بانه تقلص بشكل جيد والان نقوم بتركيب لوحه التحكم او عداد التحكم الخاص بالمدخة نقوم بادخال ذلك السلك الاسود الكبير من ذلك الثقب الذي نراه امامنا ثم نقوم بتركيب الاسلاك يعني كل سلك نقوم بربطه مع اللون المناسب الاسود مع الاسود والازرق مع الازرق والبني مع البني ثم نقوم باحكامهم جيدا ونقوم باغلاق ذلك الجهاز نقوم بإحضار سلك معدني قوي ثم نقوم بطيه يعني نقوم بعمل علاقة لرأس المدخة بهذا الشكل نحضر شريط مطاطي نقوم بربطه في منتصف المدخة من هذا الجانب ثم نقوم بربطه في تلك العلاقة التي قمنا بصناعتها لرأس المدخة والآن نقوم بإحضار كيبل طويل جدا نقوم بربطه في رأس المدخة لكي نقوم بالتعليق بها أو إنزال المدخة إلى البئر أقوم بفتح ذلك الرأس البلاستيكي ثم أقوم بتركيبه مع الأنبوب البلاستيكي ثم أقوم بتركيبه مرة أخرى مع رأس المدخة والآن هذا هو الشكل النهائي للمدخة ثم الآن نقوم بإنزالها بلطف خطوة خطوة نقوم امساكها من الكيبلاش المطاطية وفي نفس الوقت نقوم بإمساك يعني الأنبوب البلاستيكي يعني نقوم بإنزالها خطوة بخطوة ثم ننتبه إلى الكابل الكهربائي لكي لا ينقطع والآن بعدما إنزلناها بشكل كامل نقوم بالضغط على الزر وكما تلاحظون فالمدخة شغالة والماء يخرج بشكل ممتاز جدا مدخة 1.5 حصان فهي قوية جدا وشافية بالغرض كما تلاحظون فالنتيجة أمامكم وبكل وضوح إذا أعجبكم الفيديو ولو قليلا ادعمونا بعمل إعجاب الشارك فعلوا جرس للتوصل دائما بهذه الاشتراك والابتكارات الى اللقاء نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله ومن واجهه اي مشكل فلا يدعه لي في التعليقات وسوف اجيبكم ان شاء الله